فانت يا اخوي لازم تفاجئه وتروح تشتري له. بس ثواني ثواني، رقم غريب. الو 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 يا دكتور، ابوس ايدك ساعدني، هذا حبيبي امبير هاجة وفاجئني وحلق ضقنه، صار شكله مثل اخوي الصغير، ابوس ايدك ساعدني، احكي له انه ما يعمل هذا الشيء مره ثانيه. الو، لا 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 تاكلي هم ابدا، لا تاكلي هم، انا موجود هون لحتى اساعده بكل شيء. لا 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 خلاص، لا تبكي لا تبكي لا تبكي، خلاص لا تبكي، انا راح اضبط هذا الموضوع وراح احكي له شغلات مرتبه اليوم. اوكي اوكي، باي 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 باي. شايف يا اخوي مين كان عم بدق لي؟ كان عم بدق لي حبيبتك انت، وحكيت لي انه انت عم تساوي شغلات هي ما بتحبهم. لهيك يا اخوي اليوم جيتك بكم شغله، نحن الشباب بنساويهم البنات ما بحبوهم. اذا انت متحمس لهذا الفيديو الخرافي، انتبه الخرافي اللي لا يهاب الموت، حط لايكات مثل الكذب، اعمل تفجير لايكات مثل الكذب، رحمه الله احفادك لانه انا موجود هون مشان اساعدك، مشان شوف انا بدي شكلك يصير حلو، لبسك يصير حلو، حكيك مع النسوان يصير حلو، كل شيء يطلع بيرفكت فيك، انا بدي تطلع انت سوبر سكسي زائد اميزنج. نعم يا اخوي، حطيت لايك؟ اذا حطيت لايك قرب قرب قرب، اعطيني ضمه، مشتاق لك كثير، قرب 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 قرب. رجال شخصيه احبك رغم البعض يا بعد قلبي والشرايين. وهلا خلينا نبلش بالفيديو الخرافي يا ابطال، ليتس جو. اول شغله نحن بنساويها والبنات بيكرهوها فينا وقت اللي انت يا اخوي بتكون واقف بالشارع بامان الله، هي بتيجي لا اراديا، اوكي؟ فبتقعد بتحرك في شو اسمه يمين ويسار وبتحاول تغير الاتجاهات تبعاته. نعم يا اخوي نعم، شوف احكي لك انا الصراحه، انا اخوك انا بحبك، وقت اللي انت بتعمل هاي الشغله لا اراديا وبتحركه من اليمين ليسار وفي نص الشارع وبتدخل ايدك وبتعمل هيك، هذا الشيء غلط رحمه الله احفادك. لو تعمله شو ايش بتساوي؟ بتروح على مكان ما فيه حدا وبتعمل الاتجاه اللي انت بدك اياه وبتريح شو اسمه بالطريقه اللي انت بدك اياها، مو قدام العالم رحمه الله. مو انت وقت مثلا خلينا نقول مثلا رايح تشتري لبس بالسوق او كذا يحكك، او مثلا بدك تغير اتجاهه لانه مالك مرتاح مثلا بالاتجاه اللي انت حاطه فيه، بام بتشيله بتحطه بغير اتجاه، رحمه الله احفادك. مو بنص الشارع، بتروح على مكان ما في حدا وبتساوي الحركة، اوكي؟ وهلا منتقل للشغلة رقم اثنين واللي هي لما على اساس بدك تفاجئ مرتك او حبيبتك وبتروح تحلق دقنك كلياتها مع الشوارب، كون انت مثلا عندك دقن هيك بتحلق الشوارب مع الدقن وبتروح اساس انه بدك تعمل لها مفاجأة انه تفرجيها انه انت شقد حلو بلا دقن. شوف يا اخوي، هاي الحركة بالذات بتخليها للبنت اللي قدامك تتفاجأ منك وتكرهك وتشوفك كأنه انت ولد صغير قدامها. ليش؟ لانه وقت اللي انت مثلا قدامها رجال مرتب عندك دقن وشوارب وفجأة بيوم وليلة بتروح لعندها من دون دقن ومن دون شوارب، شلون بدي اشبه لك اياها؟ خلينا نضرب مثال شلون البنت بتشوفك وقت اللي انت من دون دقن وشوارب بفجأة بيوم وليلة. شوف تخيل معي انه انت بتشوف بنت قدامك حيط عدسات وحيطة ميك اب ومزبطة شعراتها وكذا وبلا بلا بلا الى اخره، وواقف بتروح بتاخد على مسبح وبتغط بقلب المسبح، واقف بروح العدسات بروح الميك اب بصير شعره مجعلك ما بعرف ايش بصير فيه، فهمت علي؟ هذاك الوقت بتشوف غير شخصيه، بتشوف اخوك الصغير قدامك نفس الشيء هي بتشوفك من دون دقن. فرحمه الله احفادك اذا بدك تسوي هالحركه بتروح لعندها قبل ما بتشيل دقنك وشواربه شواربك الك مو شواربه لا وبتتناقش معه بتقول له مثلا انا بدي احلق دقني وشواربي، حابب كثير اغير شكل، ايش رايك؟ تاخذ رايك، تحكي معه، اوكي؟ اذا كانت كثير طويله ما في اي مشكله، حطها مثلا خلينا نقول مثلا اذا كانت لهون حطها شوي لهون، بعدين هاي بعدين توصل لدرجه 6 أو 7، اوكي؟ بعد 7 بتخليها تدريجيا 7 4 3 2 1 وعلى الزيرو بعدين على الشفره وبتحلق الشوارب كلياتهم، هذاك الوقت بتصير احسن لك لعينك وقت انت تتفرج على المرايه بتطلع على حالك تتقبل اكثر. يعني تخيل مثلا يكون عندك دقن هي هيك قد واذا ترى تحلقه بلمح البصر، يعني هي صراحه بدها شجاعه. اذا ما عندك حبيبه او ما عندك مثلا خلينا نقول مرتك او كذا، ما في اي مشكله، ما في اي مشكله، حلقه بلمح البصر ما في اي مشكله، لانه يعني بس انت اللي حتنصدم. اوكي؟ ما في اي مشكله، لو انصدمت عارف انه انت ارجل شخصيه في الكواكب كلياتها بدقن ولا بدون دقن. اوكي يا اخوي، منتقل للشغله الغلط رقم 3 اللي انت بتساويها البنات ما بحبوها بالشباب واللي هي شوف
بدي منك هلا تشلح من خفافتك وتقرب لعندي. اشلح خفافتك. لا شوف انا قاعد في البيت عم بصور لك فيديو مرتب، بتمنى منك اذا تجي تشوفني هلا قدامي اشلح خفافتك لاشوف. قرب 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 قرب، طلع فيني. اخوي اخوي انت عندك ريحه اجرام مي طبيعيه. ابوس ايدك، رجع لي بس خفافتك، رجع 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 رجع. يا ربي دخيلك على هالريحه. اخوي انت ما ليش هيك، ليش هيك ريحه خفافاتك، ليش هيك ريحه اجريك؟ شوف يا اخوي شوف، النسوان كمان بيكرهوا ريحه الاجرين. شوف مو بس النسوان، كمان الشباب، كمان كل العالم. وقت انت بتدخل على البيت بتشلح من اجرك وبتدخل ريحه اجريك ما طيبه، فهون العالم رح تقلب مع التون، وهو ما رح يقعد جنبك بده يبعده. لهيك يا اخوي بتمنى منك تلبس جراب نظيف يوميا يوميا، ولازم تشيك اذا انت بتطلع لك ريحه اجرين انتبه. بس كله كويس. راسلت ما يقارب 300 شخص معي انتو؟ حجزنا ما يقارب بالضبط 6 مكالمات. حكيت معهم. وهي مثل ما كنتوا شايفين يا ابطال، مسيو اديب ايش عم بتساوي اليوم؟ اليوم مركزين على الفيسبوك ادز بالاسبوع الخامس نحن، وعم بساوي اكبر واقوى سيستم بالعالم. تخيل شغلي يكون معك $1 تحطه بقلب ماكينه اللي احنا بنسميها فيسبوك ادز وتطالع $10. تخيل اذا انت بتعرف تسوي هذا الموضوع. وهذا الموضوع انا هلا عم بعلمهم اياه لكل الطلاب الموجودين بقلب الكورس. صار لي هذا الشهر كلياته قاعد يوميا 14 ساعه مثل هالقعده، كل ثانيه عم بسوي هذا الموضوع. فانا كثير متحمس للارقام الطلاب اللي رح تعرفوها هلا قريبا. فاذا لسه ما سجلت بالكورس بتمنى منك تروح على صندوق الوصف وتضغط على اللينك وتروح تشوف الكورس باسرع وقت ممكن، لانه هذا الكورس راح يغير لك حياتك مثل ما غير حياه الطلاب اللي دخلوا بهذا الكورس. فما راح اطول هذا الفيديو كثير، هذا فيديو اعلان صراحه. خليكم تتفرجوا على على الفيديو النظامي. بس قبل ما يخلص الفيديو النظامي بتمنى منك تنزل لتحت على صندوق الوصف وتروح وتسجل بالكورس باسرع وقت ممكن، لانه السعر راح يرجع يرتفع. شوف الحركه كالتالي، اذا اجريك بيعرقوا بتحط، شوف هي الحركه ما راح احكيها لحدا ابدا، بس انت اللي عم تشوفني، انا بحبك لانه بحبك. شوف مزيل عرق بتروح بتشتري اللي تحت قباط صح، بتروح وبتشتري واحد ولكن للاجرين، اوكي، بتخصصه هذا الوحيد للاجرين، مو انه مثلا بتساوي تحت قباطك بعدين بتساوي اجريك. لا يا اخوي هون بيطلع ريحه القرف. لا يا اخوي، اوكي، شوف واحد للاجرين واحد لتحت قباط. شوف انا اعطيتك اياها هلا من الاخير. وقت انت اجريك بيعرقوا بتحط لهم مزيل عرق، فهنن هون ببطلوا يعرقوا، هون الريحه بتطلع فريش، زائد انت رح تدعي لي. شفتها؟ شفتها؟ ما عملت شيء، ما عملت شيء انا، بس حبيت اساعدك بهذا الموضوع. تفضل. ساعدني وحط لايك، ساعدني وحط لايك، إذا أنت عن جد حبيت هي النصيحة بالذات، حط لايك هلا لحتى أفرجيك النصائح المرتبة اللي أعطيك إياهم مع المستقبل. حطيت لايك؟ عملت سبسكرايب؟ أوكي. وهلا بننتقل للشغلة رقم 4 اللي نحن بنساويها غلط البنات بيكرهوها بالشباب، واللي هي وقت اللي انت يا اخوي بتلح بالمسجات. وقت اللي انت بتبعت من الصبح للمساء مسجات للبنت وهي ما عم ترد عليك، وعلى مرحبا شلونك، ليش ما عم ترد علي، هل انت مشغوله، هل انت عم تساوي كذا، هل انت كذا، وين وين اخوي وين؟ طيب قرب لعندي، قرب، مو بدك نصيحه الخبراء. بتمنى منك يا اخوي الاصلي لا تبعت مسجات كثير للبنت وتلح طول الوقت. لنفترض انه هي مشغوله، ايش بتساوي انت اذا هي عم تشتغل وهي ما لها ماسكه الموبايل؟ ليش انت عم تلح كثير؟ اكتب لك كلمتين واضغطهم، اذا هي شفتها انت ما عم ترد عليك معناته انت لازم تسحب حالك تكتيكيا. مثل شوف هي هون العجينه وشعره، فيها شعره العجينه، اوكي، راح تسحب حالك مثل الشعره بالعجينه، اوكي، تطلع. لانه شوف انا مثل ما عم بقول لك، السمك بالبحر مثل الكذب، والنسوان كمان بنفس الطريقه مثل الكذب. فانت لا تخشى شيء اذا مثلا بعت رساله لبنت وما ردت، ما في اي مشكله، هي خسرانه، لانه طلع على حالك بالمرايه، طلع على حالك بالمرايه، انت ارجى شخصيه في كل الكواكب، يعني وشك نور، وشك نور. شوف 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 ما شاء الله تبارك الرحمن، قرب اعطيني ضمه، قرب، شوف بلشت اتحمس، قرب قرب قرب، ارجى شخصيه في الكواكب كلياتها. وهلا منتقل للشغله رقم 6 واللي هي وقت اللي بتحكي عن حالك كثير. خلينا نضرب مثال انه انت قاعد مع هالبنت وهي مبسوطه كثير لانه انت قاعد معها، وبلشتوا تحكوا ونسيت البنت وبلشت تحكي عن حالك وبس. وقت انت شخص بتحكي عن حالك فانت بتفرجي اللي قدامك انه انت شخص اماني. نعم يا اخوي نعم. فهي العاده بالذات وقت انت بتقعد مع حدا مع بنت وبتقعد تحكي مع حالك، هي
اكبر غلط يا اخوي. لازم تاخذ وتعطي، لازم تنصت، لازم تشوف الشخص اللي قدامك ايش هو عم يحكي وانت تحكي، تاخذ وتعطي، سواء كانت بنت او شاب. بس البنت بالذات يعني وقت اللي انت مثلا بتكون قاعد قدام البنت وعم تحكي معها ونسيتها ونسيتها هي كل على بعضها، وبلاش تحكي عن الشغلات اللي انت بتحبها والشغلات اللي انت بدك تساويها في الحياه والشغلات اللي انت عم تدرسها والشغلات اللي انت بتحبها، هيك البنت رح تنفر منك تانية ورح تقول لك باي باي وما رح ترجع تقول لك انا بعطيك هذول الشغلات، لانه عن جد عن جد انا بدي انت النسوان كلياتهم يرتعشوا عليك، اوكي؟ وهلا منتقل للشغله رقم 6 واللي هي تحكي عن حبيبتك القديمه. شوف يا اخويا اكبر غلط، شوف وقت اللي انت قاعد مع البنت لا تحكي عن حبيبتك القديمه، رحمه الله احفادك. شوف انت وين بتروح؟ بتروح البنت من ايدك. هون اذا انت بدك ترتبط، اذا انت سنجل بائس قاعد من الصبح لمساء عم تبكي بدك حبيبه، وقت بتشوف انت حبيبه قدامك وبتحكي عن حبيبتك القديمه انه هي كانت والله منيحه وهي كانت تجيب لي ورود وهي كانت تدلني وهي كانت تعملي مساج، استغفر الله. الحبيبات ما بيعمل مساج، بس الجوزات. اذا انت متجوز عادي ما في مشكله، ولكن اذا حبيبتك استغفر الله لا تحكي عن حبيبتك القديمه، رحمه الله احفادك، من شان يصير عندك حبيبي اخر الشيبه. يعني ما بدي انا انت تشيب وتكبر بالعمر وانت لساتك سنجل بائس، عم تفهم علي؟ انت ارجى شخصيه في الكواكب، لك طلع على الوش، لك ابوس ربك على الوش، انت ارجى شخصيه. خلص خلصت خلصت خلصت، انت ارجى شخصيه في الكواكب. وهلا منتقل للشغله الاخيره رقم 7 واللي هي شعر انفك. شعر انفك مصيبه. اذا انت عندك شعر انف وبدك تقرب تحكي مع البنت او بدك تطبق بنت او بدك تعطيها رقمك للبنت تقرب عليها هيك، فوقت بتطلع البنت قدامك، البنت قدامك اوكي وعندك شعر نازل من انفك، اكبر غلط اكبر غلط. هون هي بتقلب معدتها. شوف يا اخوي انت لازم تطلع كلين، اوكي؟ شوارب مرتبين، الدقن مرتبه، شعر الانف محلوق محلوق، انتبه محلوق. شو بتحلقه؟ انا بقول لك بتروح وبتشتري ماكينه خاص ناس للانف، اوكي؟ فيها رؤوس رؤوس. شوف في كل الماكينات فيها رؤوس، ولكن في ماكينات سبيشال للانف تجي مدور. النسوان كلياتهم يشوفوك قدامهم يسحلوا سحل بالشوارع، يعني طاقيا يدوبوا يدوبوا، بدي البنات كلياتهم يدوبوا عليك يا بطل ابطال. شوف 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 هالوش، هذا الوش ارجى شخصيه في الكواكب. صدقني صدقني من وقت ما شفتك انا ارتاحت. نعم يا اخوي والله مثل ما كنت شايفين وصلنا لنهايه الفيديو. اذا لسه ما سجلت بالكورس بتمنى منك تروح وتاخذ خطوه لقدام وتصير ناجح بهالحياه. بكفي تشتغل 12 ساعه كل يوم، رحمه الله احفادك. انا بدي اساعدك، انا بدي اخليك انت كمان يصير عندك شغل مثل ما انا عم بشتغل بالبيت من الصباح للمساء، رحمه الله احفادك. تحت بصندوق الوصف بتلاقي رابط تكبس عليه، بتروح بتشوف رفيق اديب عم بيحكي عن الكورس اللي مستحيل تلاقي هيك معلومات بولا اي كورس بكل الوطن العربي بكل العالم، لانه هدول المعلومات اللي جوا الكورس راح يطلعوا لك مصاري. وهلا بنهايه هذا الفيديو بتمنى لكم يوم كثير 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 حلو. لا تنسى لا تنسى تكتب تحت بالتعليقات عن الشيء اللي انت هتواجه فيه صعوبات مشان استلمه انا واعمل لك فيديو بلمح البصر يا بطل الابطال. ولا تنسى انتبه لا تنسى انه انت اخوي الاصلي اللي ما عندي غير، وانت سوبر سكسي.